بيسأل بيقول البابا كيرلس أبو الإصلاح، هل هو البابا كيرلس الرابع أم الخامس؟ لا، البابا كيرلس الرابع. بيقول وما هي الإصلاحات التي عملها؟ هو أهم ما عمله اهتمامه بالتعليم، ولعله أول من قام بتعليم المرأة حتى قبل ما تهتم مصر كلها به، وأنشأ مدارس وكان نشيط. بالنسبة ليهم الحاجات دي كانت حاجات كبيرة.